مساء الفل على أكيلة في كل مكان، واهلا بيكم وحلقه جديده. الشارع صوته عالي شويه معلش. احنا في شبرا الخيمه، مطعم وسط البلد. صاحب المطعم جات له فكره الاسم ومنها المنيو وسط البلد، بالتالي انا اقدم كل حاجه ممكن تلاقيها في وسط البلد، وعليها كمان شويه حاجات كده بلحم النعام. احنا جايين نركز على لحم النعام وفكره او فكرتين من الباقي، لانه هو المنيو بتاعه من النوع اللي فيه كل حاجه، انت ممكن تيجي تلاقي كل حاجه، فده بيبقى صعب شويه في اختيار انت عايز تصور ايه. فخلينا نجرب نعيش تجربه كلها مع بعضنا كده ونشوف هو متميز في ايه ونجربه. فاحنا اخترناه ان هو يكون ايتم مميز لينا، سواء في سعره لان احنا مش حاطين فيه سعر جامد قوي رغم انه مش موجود، تمام، بلس ان احنا نخلي المنيو بتاعنا مختلف تماما عن اي منيو تاني. واضح ان هم عندهم شيف صايع، سجق المشوي حلو قوي، كبده متحوجه حلو، العيش طعمه مش مسكر، فلات. طب هو طعمه حلو قوي وغني قوي وفليفرز مختلفه. لا حلو. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا باشمهندس. قول لي ايه فكره ان انت تعمل مطعم اسمه وسط البلد في شبرا الخيمه؟ بص حضرتك، هو انا من محبين وسط البلد، تمام؟ فانا كنت دايما هوايتي ان انا اروح اتمشى في وسط البلد والكلام ده، تمام؟ فلما جيت حبيت افتح مطعم بعد الكورونا، الاسم هو اللي خلاني انقي الاكلات اللي موجوده. يعني انت ابتديت الاول بان انت عايز تسميه وسط البلد بناء على ان انت بتحب منطقه وسط البلد. بالظبط. حتى الديكور اللي احنا اخترناه المهندسه كانت بتقول عليه ان هو ستريت ستايل، اللي هو كان حضرتك قاعد في الشارع شويه، تمام. بناء عليه اخترنا الاكلات اللي موجوده في وسط البلد زي الكبده والسجق، المكرونه، الحواوشي، الكسكسي، البليله، حمص الشام، الحاجات دي. وكنا عايزين ناخد حاجة زيادة شوية يبقى مميزين فيها شوية، فاخترنا لحم النعام واخترنا منه ثلاث أياتم إن احنا نشتغل عليها. اوكي. شاورما النعام وطاسة النعام والبرجر بتاع النعام. أوكي. تمام؟ ده يبقى حاجة احنا مميزين فيها. طيب منين جبت شيف بيتعامل مع لحم النعام؟ لأن هو في الاخر لحم النعام مش دارج قوي في مصر يعني. فناس قليله قوي اللي بتفهم فيها او بتعرف تشتغل بيه يعني. بص حضرتك، انت صعبتها على نفسك. لا، هو الموضوع كله جه ان احنا كنا قاعدين مع شيف، تمام، وكان ذكر كذا حاجه، كذا نوع لحوم، لان احنا كنا بندور على نوع لحوم مختلف عن اللحمه العاديه. فذكر لحم النعام، بس هو كان المشكله اللي كانت فيه ان هو اغلى من اللحمه العاديه بكتير، تمام. فاحنا اخترناه ان هو يكون ايتم مميز لينا، سواء في سعره لان احنا مش حاطين فيه سعر جامد قوي رغم انه مش موجود، تمام، بلس ان احنا نخلي المنيو بتاعنا مختلف تماما عن اي منيو تاني. فهمت.
انت يعني شبرا الخيمه صعب انك تلاقي فيها حد بيبيع تقريبا في مصر حوالي 2 او 3 هم اللي بيبيعوا القصه دي غير الفنادق طبعا. غير الفنادق. اوكي بس في الاخر بقى المنيو تحول الى كل حاجه بالظبط يعني انت عندك اولموست كل حاجه بالظبط. في حاجه انت قلت لي ما عدا المشويات في حاجه انت قلت لي على موضوع الكراب انت عامل حاجه شبيهه للكراب بس مش هي هي. بص حضرتك الفتره اللي فاتت دي انتشر شويه موضوع السندوتشات السوري والكريب تمام العيش الصاج اوكي فاحنا شفنا الرقاق شفنا منه رقاق طري شويه مش اللي هو الناشف اللي بيتعمل لا عملنا جبنا رقاق طري وعملنا ان هو يبقى زي نفس الساندوتش بتاع نفس شكل الكريب بس بطعم مختلف تماما عن طعم الكريب الرقاق الطري بطعم الرقاق اوكي تمام فهمت قصدك بالظبط كده فهو ده كانت فكرتنا وان احنا بقى نحطه بقى زي اللي بيبقى فيه بطاطس يبقى فيه كبده يبقى فيه سؤال وفي ناس من ساعه ما فتحت يعني مشدوده لفكره لحم النعام ولا ما زال الحاجات اللي بتشتغل هي التقليديه هو لا هو لحم النعام في الاول كان الناس هايبه الموضوع شويه ان هم كانوا عارفين ان لحم النعام غالي تمام بس هو احنا عندنا في ميزه في لحم النعام ان هو الكوليسترول بتاعه تقريبا زيرو فده احنا بنسيلز على الموضوع ده كويس قوي بلس ان السعر بتاعنا الناس لما مجرد ما بتعرف ان في لحم نعام لما بتيجي تبص للمنيو ما بتلاقيش نفس الاسعار الضخمه اللي هي بتتقال فبالتالي بيتشجع ان هو يطلب يعني او يتشجع ان هو ياكل. طيب خلينا نجرب الحاجات خلينا نركز في التجربه بتاعتنا على الحاجات دي تمام الى جانب الساندوتش الصاروخ اللي انت قلت عليه الوحش احنا كنا عايزين نعمله متر بس للاسف مفيش احنا تقريبا دورنا في مصر كلها مفيش حد قدر يعمل المتر كساندوتش كنا عايزين نعمل متر عملته 60 عملنا 60 سنتي خلاص هنشوف احنا كنا عايزين نعملها بالمتر يعني كنا عايزين نعمل نص متر كبده ومتر كبده وربع متر كبده مش هتعملها ساندوتش وسط وكبير ونفس اللي بيتقال طيب خلاص يعني احنا عايزين نبقى مختلفين حتى في اسمائنا خلاص خلينا نجرب دلوقتي ونقول راينا مفيش مشكله وجينا الاول اختراع وهو اللي كنا بنتكلم عليه مع استاذ محمد هو الرقاق الرقاق الطري محطوط جواه انتوا شفتوا هو معمول ازاي او هتشوفوا في النص هو عامل طبقه وجبنه وبعدين طبقه ولحمه مفرومه وقافلها فمش هضطر افتحها بقى بس ممكن مثلا ايه اقسمها عشان نشوف من النص شكلها ايه وقعت اللحمه كلها المهم اوكي طعم جديد والطعم الجديد من حاجتين مش بس فكرة الرقاق الطري لأن طبعا مختلف عن العيش الصاج وعن الكراب بس كمان الخلطة بتاعت اللحمة المفرومة بيتي قوي تحس ان ست بيت هي اللي عاملاها مش شاف
اول اختراع عجبني. نخش على بعدين. ده الساندوتش اللي اتكلمنا عليه بيبقى طوله 60 سنتي. انا في الحقيقه اللي طلبت منهم انه يقسموه، هو بيطلع نوع واحد كبده سجق لحمه مفرومه وتعب. انا اللي طلبت منهم هو يقسموه يبقوا الثلاثه في رغيف واحد، وانا هقول ان هو بينزل نوع واحد. وفي نفس الوقت هم قالوا لي طب دي فكره حلوه ممكن احنا كمان نعملها، ان هم بعد كده يبقى عندهم الرغيف ده في الثلاث انواع، فانت بتطلب رغيف واحد لو بطنك تساعد ده كله يعني، وتاخد الثلاث انواع. هنبتدي بالسجق المشوي، نوريه لكم. والعيش ده بيتعمل لهم مخصوص، او هم اللي بيعملوه هنا صح؟ انا فهمت كده؟ هم اللي بيعملوه هنا او واضح ان هم عندهم شيف صايع. سجق المشوي حلو قوي. هم هنا عشان الاحتياطات الاحترازيه بيستعملوا كله بلاستيك، وجايبين جلافز، بس انا كنت جعان فاستعجلت. ندوق بقى الصوصات اللي جايه معاه. ده ايه ده؟ ده خليط صوص جبنه، خليط من كذا نوع. انا حاسس بطعم الروكفور في الاخر خالص، بس هو عيب انه ساقع، مش عارف يعني، مش مع قوي فكره ان صوص الجبنه يبقى ساقع، لانه هيسقع اي حاجه ينزل عليها. ده الكاتشب، كاتشب اوكي، ودي الطحينه تمام. نيجي للنص التاني او التلت التاني، وهو الكبده. وهنا خلي بالك عشان لما تيجوا يعني الحراق بالطلب، ما عدا الكبده الاسكندراني سوري السجق الاسكندراني اوريدي حراق، بس عامه الكبده والسجق المشوي والكفته والكلام ده لازم تطلبه حراق او لا. تمام. كبده متحوجه حلو. انا عاجبني حاجه في العيش، على عكس بقى اللي بقوله عامة. العيش طعمه مش مسكر، فلات، فمش مأثر على طعم اللي جواه. دي عجباني. بطاطس عليها صوص جبنه برضه وعليها توابل. اوكي. انا عارف ان موضوع البطاطس ده اوفر واسرع وانضف ان انت تستعمل البطاطس الجاهزه، بس انا عشان انا عاشق للبطاطس المحمره، فدايما بتكيف قوي لما حد يعملها بطاطس فريش يعني معموله هنا. بس انا عارف ان هي ليها بروسيجر عشان تجيب حد يقشر ويقطع ويغسل وبتاع، شغلانه ولو المطبخ صغير مش هتقدر تعمل ده، فمش هلوم عليهم. نيجي بقى للكفته، وهو تالت واحد. معموله على شكل داوود باشا شويه. الكفته ناقصه حاجه مش عارف ايه،
ناقصه حياء، ناقصه حاجه. كفته بالذات يا جماعه خلطات كتير قوي واذواق كتير قوي، وبالتالي ممكن اللي يعجبني ما يعجبكش، واللي يعجبك ما يعجبنيش، وارد. انا كطعمي انا حاسس ان كفته ناقصه حاجه، مش عارف هي ايه. انا بنشاور انا والشيف على الموضوع ده. مهم اول طلعه حلوه وكلها افكار جديده نوعا ما، او فيها فكره جديده، وكمان عندهم للعلم في المنيو جزء كبير جدا للعصاير والسموذي والكلام ده. انا خدت مع اول فقره الموهيتو. ده موهيتو ريجيم فول سكر، حلو. طيب ننتقل الى الفقره الثانيه اللي هي بقى التخصص الثاني بتاعهم، وهو لحم النعام. جينا للفقرة التانية. الفقرة التانية عبارة عن لحم النعام باستخداماته، وكسكسي بالسمنة البلدي حسب كلامهم هم. هندوق بقى. نبتدي بالطبق عشان نقدر ندوق لحم النعام بدون إضافات وبدون عيش وبدون الكلام ده. العضة بتاعتها قريبة من اللحمة الملبسة، هي مش ملبسة، انا بتكلم على العضة. اوكي، طعمها بقى قريب من ايه؟ هي اقرب للحمه الحمراء، مش يعني لحمه الطيور الحمراء مش البيضاء. طعمه مميز لوحدها، مش ما نقدرش نقول قريب من ايه. جانتي، حلو. طيب ندوق البرجر. طبعا هو حب يكرمني فجاب لي الدبل، هو في منه سنجل، فانا هحاول اعمله سنجل عشان اعرف اكله، لان الدبل ده صعب. نجرب. ماشي. عمري ما بفهم الناس اللي بتطلب السندوتشات الضخمه دي، طب بياكلوها ازاي؟ طب انا ممكن اعمل حركه، اشيل ده وانزل المشروم اللي فيه. حلو المشروم ده، شكله علب، شكله مشروم علب.
مهم. وفي هنا جبنه وفلفل وبيف بيكن ومشروم وبطل. يا ترى عارف ايه العذاب اللي انا فيه ده؟ فلفل وبصل وجبنه وبسطرمه وخيار مخلل، في اضافات كتير قوي. بس يعني انا بجد ما بفهمش الناس اللي بتاكل الدبل ده بيجيبوه ازاي، وانا بقي كبير من صغير يعني. طب هو طعمه حلو قوي وغني قوي. وفليفرز مختلفة، ده برجر معمول من لحم النعام. وفليفرز مختلفة. لا حلو. هو أنا طبعاً ما أطلبوش بالحاجة النهاردة. يعني أنا لو هطلب هطلب السنجل عشان أعرف أتمزج بيه يعني. ما اقدرش اطلبه بالحجم ده لانه دايما عندي مشكله، مش في المطعم هنا بس عامه في المطاعم، الحاجات الدبل والتريبل والكلام ده نصه بينزل في الطبق يعني، لان انت اول ما بتدوس اول دوسه بيبتدي يبوظ من كل حته. طيب ونيجي بعد كده ل نيجي بقى للمفروض شاورما من لحم النعام. عايز اوريها لكم من جوه. هي حتت من اللحم النعام، نشيل حتة العيش اللي في الأول دي. حلو، واحد والله ممكن يتعود عليه. ده صوص. اوكي ده تركيبة يعني من حاجات من ضمنها الباربيكيو، بس هو في حاجات تانية كتير يعني. اوكي مبسوط، عجبني. طيب ندوق بس الكروكات الاول. هما مسمينها بطاطس وسط البلد. عادية. يعني لو هو ما كانش قايل لي ان بيعملوها هنا كنت قلت ان البيوري بتاعها جاهز. لانه طري قوي بزيادة، اللي هو مهروس بزيادة. anyway عادي يعني، مش ما اقدرش اقول عليه حاجه، او ما اقدرش اقول ان في تاليف او افكار جديده يعني. اوكي نشيل الدهنه ده بقى ازاي؟ نجيب ده كده ونودي ده هناك، ونجيب ده هنا. اوكي هنا بقى الكسكسي البلدي، دي المكسرات صح. طب وليه ما هو راجل مديني معلقه جميله اهو. حلو النوع ده للعلم. في شوك ساعات في بعض المطاعم بيستعملوها بتكسر وانت بتاكلها، تلاقي نفسك بتندغ السنون بتاعت الشوكه. حصلت معايا. طيب ندوق الاول من غير حاجه. انا كده انبسط. طيب ونحط المكسرات. انا غرقت مكسرات. معرفش بقى دي بتطلع للزباين كده ولا لا. معرفش هما بيقولوا اه. لو ما جالكش بالحجم ده والبندق كده، بندق بيقولوا لي. طيب نحط اللبن الدافي.
طب كويس. زازا نام يبقى مش هياكل معايا. الواحد برضه ساعات ايه بيفرح نوم الظالم عباده. حلو قوي. يعني ممكن اجي اكل دبس كله حلو ما نوش لا، بس ده بجد حلو قوي. اللبن يمكن قليل عن كمية شوية، بس الانجريدينس بتاعته طعم حلو قوي، سواء الكسكسي سواء المكسرات. جون جي تعال نقول اسعار وبعدين نلخص التجربه. ربنا ما يقطعلي قعده. تعال الفقره الاولى، بصوا هديكم سعر الوحش في الكبده والسجق المشوي والكفته، لان الساندوتش اللي نزل لي ده انا اللي مخترعه، وهم لسه يعني قال لك اه فكره حلوه ممكن ننزله كده ولسه هيسعروه. بس الوحش بالكبده ب 60 والسجق المشوي ب 70 والكفته ب 60. الثلاثي ده هيبقى بكام لسه ما نعرفش. وبعدين عندنا ركن النعام، الشاورما اللي نزلت دي الوسط ب 80، والبرجر لحم نعام اللي نزل لي اللي هو الكبير معرفش سعره ايه بقى. انا عندي ساده جبنه بيض ميكس، غالبا هيبقى هو الميكس. الوحش ب 110 الضخم اللي انا جبته ده، وطاسه النعام اللي بينزل معاها بطاطس وسط البلد وعيش ومشروب يعني، بس انا طبعا عشان الترابيزه ما نزلناش كله ده ب 100. وكان في شاورما النعام احنا قلناها، اه شاورما النعام قلناها خلاص. طيب نيجي للحلو، عندهم قسم الديزرتس حلو قوي، والكسكسي بالمكسرات ب 25. طيب نلخص التجربة. أنا كمراد انبسطت. زي ما معودكم دايما بقول الحلو والوحش، الوحش كلام فارغ وبسيط يعني، زي المستوى بتاع الترابيزه بالنسبه للكرسي، بيهمنا الحاجات الصغيره دي عشان كبار الحجم اللي زيي قاعد في كرسي مبسوط ما عنديش مشاكل، بس اللي هو لازم توطي عشان تعرف تاكل، في كده فرق بسيط في المنسوب مش هيحس بيه، مش هيحس بيه غير الناس الطويله يعني، مش لان انا عملاق بس لان يعني نوعا ما. المهم عجبني شجاعه محمد في حاجه. الطبيعي لما هتفتح في شبرا الخيمه انك هتشوف اهل شبرا الخيمه معظم اكلهم ايه وتعمله وتجود عشان تجر رجل الزبون زي ما بيقولوا. انما ان انا اقدم لاهل شبرا الخيمه افكار جديده بلحمه جديده مش متعودين عليها، هو كلنا في مصر مش متعودين على لحم النعام يعني، خلينا بس متفقين يعني. فاعمل لهم حاجه ممكن كانت تتفتح مثلا في زايد ولا التجمع ولا حاجه، اعملها لهم في قلب شبرا الخيمه واقدم لهم حاجات جديده عليهم بافكار جديده باسعار جديده، شايفها شجاعه محموده، شجاعه حلوه. ان انا اجي لاهل منطقتي واقول لهم يا جماعه هعمل لكم ساندوتش جديد بدل ما انتم بتاكلوا الكراب مثلا او بتاكلوا العيش الصاج بتاع السوريين، لا انا هعمل لك حاجه بقى فكره كده بالرقاق الطري. يا جماعه طب انا هقدم لكم لحم النعام بثلاث طرق. طب يا جماعه في كده نوع من المخاطره الحلوه يعني، اللي هو انا وانا متاكد ان محمد هيتعب او بيتعب عشان يوصل ان الاهل المنطقه اللي هو فيها يجوا يجربوا ويتشجعوا، مش لان الاسعار يعني. اهل شبرا الخيمه الحمد لله معاهم فلوس حلوه قوي يعني، امسك خشب ما بقرش على حد، بس القصد انه
نوع لحمه مش متعودين عليه، وغالبيه المصريين مش بتوع تجربه، ممكن في كلاس معين كده تعال نجرب السوشي من مش عارف 15 سنه، تعال نجرب مش عارف ايه، انا اكلت ده بره. انما عامه الشعب المصري يقول لك اللي نعرفه احسن ما نعرفوش، يعني ده انا كمصري بقول لكم يعني. فشجاعه منه انه يعمل نوع ده من المطاعم في المنطقه دي ويقدمه بالاسلوب ده، برافو. وطبعا لازم اقول ان هو معاه شيف شاطر، معاه شيف في ظهره، انت الف واحلم وانا انفذ لك يعني. فالكومبينيشن دي عاده تبقى ناجحه. طبعا اهم حاجه بتبقى التسويق، لان دلوقتي من كتر المطاعم اللي بتتفتح انت ممكن تبقى بتقدم احلى اكل في الدنيا بس مش عارف توصل للناس عشان يجوا يدوقوا احلى اكل في الدنيا، فبالتالي هتقفل. فالكومبينيشن ده اللي هو محمد والشيف بتاعه هو او الستاف بتاعه هو نص النجاح. النص التاني بيبقى التسويق اللي انا وانتم بيبقى جزء منه، ان احنا الناس اللي بتعمل افكار جديده او بتقدم حاجات حلوه نشجعهم عشان يفضلوا واقفين ما 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 يقعوش يعني. ارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت بامانه، فعلا تجربه جديده وحلوه تستاهل المشوار، ونشوفكم في حلقه تانية من اكيل ان شاء الله. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.